بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحصة الأولى إن شاء الله في اليوم المفتوح 2 جويلية 3 جويلية. اليوم المفتوح هذايا باش يكون فيه تدريبات متزامنة إن شاء الله. أنا تو مش نبرتاجي معاكم الشاشة متاعي باش تشوفوا التدريبات هذايا متاع اليوم المفتوح، ونتعرفوا على المدربين الأكفاء اللي معانا في اليوم المفتوح هذايا. به الشاشة ظاهرة سماح؟ وي ظاهرة فاطمة، عايشك. به نبداو على بركة الله بإذن الله. الحصة الأولى اليوم في الأربعاء معايا هنا الأستاذة فاطمة بوعزيز، إن شاء الله في الخمسة من بعد شوية إن شاء الله باش يكون معاكم الأستاذة سونيا السعيدي، بعد الستة عندنا الأستاذ رضوان بوزيان، إن شاء الله الثمانية معاكم الأستاذة سماح عبد اللاوي، وإن شاء الله التسعة باش تكون معاكم الأستاذة ملاك صفراء. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. اليوم السبت 3 جويلية سيكون معكم في الرابعة مساء الأستاذ رضوان بوزيان، الخامسة مساء الأستاذة إيناس الخديري، السادسة مساء تعاود تكون معكم الأستاذة سماح عبد اللاوي، الساعة السابعة مساء ستكون معكم أيضا مجددا الأستاذة ملك صفرة، والساعة الثامنة ستكون معكم الأستاذة سونيا السعيدي. نحب أول شيء نشكر زملائي الكرام على التطوع متاعهم وعلى مدهم بأوقاتهم لأجل زملائهم باش الناس الكل تترشح لنيل هذا اللقب، لقب MIE Expert 2021-2022. كما كنت نقول السعيكة، المبتغى متاعنا هو ترفيع العدد متاع التوانسة اللي باش يترشحوا واللي باش ينجحوا لنيل هذا اللقب. باه نبداو على بركة الله بالموقع الترشح. أنا تو باش نحطه في الشات. هذا موقع الترشح باش نثبتوا فيه بالباهي هالموقع هذايا، خاطر المعلومات الكل موجودة في المنصة هذية، في الباج هذية. دونك المعلومات اللي يخصوا الترشح، دونك كيما تشوفوا هنا عندنا من الفوق شنو ما أول حاجة معناتها لي ستيبس، الخطوات اللي انت باش تعتمدهم باش انت تعمل ريجستريشن أو التسجيل في الاشتراك في المنصة اللي تخول لك باش تشارك في الابليكيشن هذية. دونك هذوما الخطوات الأربعة. دونك لازمك تثبت من الايميل متاعك اللي انت استعملته قبل، لازمك تثبت من المود باس. دونك احنا فما ناس أول مرة باش تترشح، اللي أول مرة باش تعمل ريجستر يعني اشتراك أولي، معناتها كيما في أي منصة كانت، واللي ترشح قبل باش يدخل اللوجن والباسورد متاعو متاع الترشح اللي فات، باش هو يكون الترشحات متاعو متسلسلة ومعروفة من أول ما بدا في مجتمع مايكروسوفت إلى حد اليوم. كما تعرفوا اللقب هذايا كل عام لازمنا نترشحوا له، حتى الإيماي فلو كل عام لازمني نعاود الابليكيشن هذية باش تثبت انت لمجتمع مايكروسوفت اللي انت مواصل على المسيرة، باش تاخذ اللقب مرة في سنة من السنوات وتكتفي بذلك. لا، لازم مواصلة، ولازم دائما كل سنة تعيد التسجيل، تعيد الاشتراك. به اذا عندك بطبيعة اي اسئلة باش تبعث للايميل متاع مايكروسوفت education at eventcore.com. به هنا اش حط لنا هوني، هذايا بالنسبة للخاص الام اي اكسبرت. كما تشوفوا احنا الباج هذية فيها زوز ترشحات، الترشح الاول هو لنيل اللقب ام اي اكسبرت، والترشح الثاني اللي هو تشوكيز سكول اللي هو يضم المدرسة. هذايا معناتها مخول للأستاذ، للمدرس، للمربي، ومش كان للمربي، راهو هو فما زادة ناس أخرين تنجم تترشح لهذا اللقب. ديجا هو كاتبين لك هوني. دونك الشروط، شكون اللي ينجم يترشح لنيل اللقب هذايا؟ أهو هوني كتب هنا the team educator refers to classroom teachers, school leaders, professional learning specialists, instructional assistants, trainers, or anyone who support teaching and learning and wants to grow their skills
and support others. يعني هنا مش كان المدرس اللي هو عنده الحق باش يترشح لنيل هذا اللقب. قال لك أي واحد عنده علاقة بالتعليم والتجديد في المنظومة التربوية اللي في بلاده، يعني حتى ما هوش مدرس، حتى هو مثلا متفقد، مدير مدرسة، ما نعرفش قيم عام، حد من الإداريين المشرفين على منظومة أو برنامج يهم في التعليم. دونك هذا هذوما كلهم يجمو يترشحوا لنيل هذا اللقب، وإن شاء الله أحنا نشجعوا بمنظورنا هذايا وبوجودنا في هذه الحصة الناس الكل تترشح لنيل هذا اللقب. به نرجع هوني وين أنا كنت. أيوه هذوما كما نقولوا الستيبس اللي لازمك أنت تتبعهم الأول باش أنت تترشح لنيل هذا اللقب. به هنا هنا شنو قال؟ قال تبدأ ترشحات في شهر ماي وتوفى إن شاء الله في 15 جويلية، لكن هناك مراحل لنيل هذا اللقب. شنو ما هما المراحل؟ هنا إش قال لنا؟ هنا Before you start your nomination, please download this Word document and use it to carefully plan your responses. دونك هنا أعطانا Word، في شي وورد نتبعوه ونقراوه بالباهي بالباهي باش وقت نعمرو احنا سيلف نومينيشن متاعنا نكونوا حاضرين، نكونوا حاضرين. يعني مش ندخل انا نعمل ريجستريشن ولا لوج ان قبل ما نكون انا حاضر. لازم نحضر روحي، نحضر معلوماتي، نحضر كل ما يجب اني باش نعزز الملف متاعي قبل ما نعمل انا الاشتراك او الابليكيشن هذيه. بهنا حطلنا هنا انا جي داون، معناتها سجلت انا الوورد هذيا بطبيعه سجلت انا. باش نحط لكم اللين، يعني باش نحط لكم اللين في الشات باش تاخذوا عليه فكره الرابط هذيا. اي اون بو لو ترادوير ان فرونسي بطبيعه، ديجا انا ترجمته بالفرنسيه اهو عندي. هذايا الدوكيمنت اللي تهبطوا انت من المنصه هذيا باللغه الانجليزيه، وبطبيعه تجم ترجموا باللغه العربيه او الفرنسيه. انا باش نستعنى توا اني نقرا الدوكيمنت هذايا، علاش؟ خاطر هو المفتاح نتاع الترشح. يعني اذا كان انت قريت بالكدا الدوكيمنت هذايا وفهمت شنو المطلوب، سي تري فاسيل دو فير لابليكاسيون. باهي دونك هنا فما كما قلت لكم تبديل على العام اللي فات والاعوام اللي فاتت. به هنا الفاز الاولى قال لك هنا حتى 8 جويلية اوتو سكورينغ ملتيبل تشويس ريسبونسز. هنا باش هما يسهلوا على رواحهم جماعه مايكروسوفت الايفالويشن نتاع المترشحين، حطوا أجوبة أسئلة يا ربي قصيرة باش تعمرها على ضوء الأجوبة متاعك في الأسئلة هذيك، هما باش يعطيوك سكور وحسب السكور هذيك باش تترشح، باش يغزروا لك أصلا على إجابتك الإجابات الطويلة أو لا. وإذا كان ما ترشحتش دونك باش يعاودوا ويبعثوا لك إيميل يقولوا لك راهو رد بالك، راهو أنت عندك نقائص وعندك حاجات غلط فيهم ولا لازمك ترد بالك في النقطة هذه ولا حاجات. دونك هذايا لازمو يصير قبل 8 جويلية. علاش لازمو يصير قبل 8 جويلية؟ خاطر باش يعطيك الوقت على الأقل اون سمان باش تراتربي روحك قبل 15 جويلية. دونك إذا كان أنت عمرت فخر لحظة وما نجحتش يولي ما عادش عندك وقت باش تراتربي روحك، خاطر 15 جويلية سيء ما عادش يشوفوا حد، معناتها سيء ما عادش باش يقولوا لك عاود ترشح. فهمت؟ يعني 15 جويلية تكمل سيء التسجيل يتسكر. فهمتوني؟ هذاك علاش نحب المعلومة هذه نأكد عليها. ماذا بينا الناس الكل نترشحوا لنيل اللقب هذايا قبل 8 جويلية باش نعطيه الشانس للناس اللي لا قدر ربي ما نجحتش تعاود تصب قبل 15 جويلية. خاطر كيما قلت لكم فما شروط لذلك واضحة. دونك هنا 15 جويلية resubmissions or first time submissions due. دونك هنا اللي باش يعاودوا اللي كيما نقولوا ما حالفهمش الحظ وقالوا لهم راك ما نجحتش
لازم يعاود يصب قبل 15 جويليه واللي صب الترشح نتاعو كان في اخر لحظه الله غالب عليه ان شاء الله ينجح ان توكا، واللي ما نجحش تراسات له ما يعاودش يصب على خاطر فات الديلي اللي حطوه هما. ونهار 30 اغسطس يعني اوت باش يكون لانونسمون نتاع الليست الاوفيسيال نتاع اللي واخذين اللقب هذايا ان شاء الله تكونوا منهم الناس الكل الام اي اكسبيرت 2021 2022. توا باش نرجع للدوكيمنت هذا هو دونك هنا كيسيون دو نوميناسيون ديكسبير مايكروسوفت انوفيتيف ادوكيتور. Vous trouverez ci-dessous les questions qui vous seront posées au cours du processus de mise en candidature. هنا باش تلقى كل شيء. باش انت كي تعمل الابليكيشن نتاعك ما تقعدش واحد. ما تقولش انا اول مره باش نحلو اول مره باش نقعد نجاوب. لا، اهو عطاك هو وورد باش تحضر انت، باش تحضر روحك باش انت كوقت تحل الابليكيشن نتاعك تجاوب تعمل تجم من توا تحضر مثلا في شي وورد. وتبدا تكتب فيه الاجوبه نتاعك وتكتب بون الاسئله القصيره ما فيهم حتى شيء تجم تخدمهم ديريكتومون في الابليكيشن. نقصد هنا الاسئله الطويله يعني تحب لهم شويه خدمه، تحب لهم يعني باش تعمل مثلا تنزل الترانسكريبت نتاعك على الوان درايف لازمك مثلا فما اربع اسئله طويله لازمك 500 كاركتير تكتب فيهم يعني نص مزيان كيفاش انت خدمت جاوبت على هيك السؤال، ويعطيوك زاده دي ليان تحط فيهم مثلا سوي ويكلت اللي تحب انت بروف وبيان كيما نقولوا احنا تأييدات للعمل نتاعك، مش تجاوب برا معناتها لازمك تجاوب وتثبت اجابتك بمؤيدات انت خدمتها في فصلك الدراسي في قسمك مع زملائك مع تلامذتك مع الاطار التربوي اللي انت فيه. دونك هذايا بياخذ شويه وقت صحيح تحب له معناتها خدمه انك تكتب النصوص نتاعك وتحضر السويز وبيان الويكلت وبيان اي ليان على الانترنت تحط فيه المؤيدات نتاعك اللي انت خدمت بالحق الشيء هذاك اللي انت قلت عليه في الاجابه نتاعك النصيه. واضحه به هنا ils sont divisés en trois sections. La période de mise en candidature sera ouverte de 6 mai au 15 juillet. Les annonces seront faites le 30 août. هذا الكل قلناه. دونك ديفينيسيون هنا يعطيك بطبيعه شكون معني بالترشح لنيل هذا اللقب به كونسي il est tout à fait acceptable de travailler avec d'autres collègues pendant que vous préparez votre candidature. Pour les questions de la phase 2, utilisez les ressources ci-dessous pour trouver les réponses avant de vous présenter vous-même à nomination self nomination. قالك حضر روحك قبل ما تعملها الابليكاسيون. Amusez-vous et faites-le avec certains de vos collègues. Ce n'est pas tricher. Donc, on a dit que je suis à ce que tu as fait le travail, c'est que tu as fait le travail, tu as fait le travail, tu as fait le travail, يعني اللي المدربين اللي يقوموا بتدريبات في جمعيات ولا متطوعين ولا هذا الكل راهو باش هما يستغلوه في السيلف نومينيشن نتاعهم. يعني اي حاجه انت باش تعملها صحيح احنا نخدموا قاعدين لوجه الله، لكن زاده راهو انت ستون بروف اللي انت قاعده تشجع في صحابك وفي زملائك باش تترشح لنيل هذا اللقب. دونك هنا 3 فاز دو فورمولير دو ميزون كانديداتور. دونك هنا عندك لا فاز 1 استنى نعبط شويه. دونك سي سامبلومون استنى لحظه. C'est simplement pour que nous sachions qui vous êtes. Si vous utilisez d'autres outils, appareils et que vous êtes membre d'autres communautés, d'autres entreprises technologiques, nous sommes heureux de vous avoir dans notre communauté. Cette section n'a aucune incidence sur votre mise en candidature. Donc, on a la phase 1, juste on a je vais te dire que tu es quoi. Je vais te dire وهنا قال لك راهي ما عندهاش معناتها قيمه كبيره برشا للابليكيشن. يعني انت شكونك صحيح باش تحط انت شكون، لكن الكيسيون 2 والفاز 2 والفاز 3 هي اللي عليها السر نتاع ليفالواسيون داكوردو. فاز 1 جست تعريف بالنفس فقط. الفاز 2 هذوما لي كيسيون نوتي كيما قلت لكم هذوما مش تاخذ انت عليهم سكور، وحسب انت الفاز 2 هذيك باش تنجم تترشح ولا ما تترشح اصلا باش يغزرو لك لي كيسيون لونغ لازمك عديت الكيسيون كورت
فهمت؟ يعني كما قلت لكم ال 15 اللي ترشحوا من تونس وبقاو كان خمسة، هذوكم العشرة اللي تصفيو اصلا من كيسيون كورت داكور دو دونك ردوا بالنا، وبالطبيعة لازمك انت تجاوب بالصحيح على خاطر من بعد مش تحط دي بروف، ما تنجمش انت تكذب تقول راني انا نستعمل تيمز عام كامل ولا نستعمل ون نوت عام كامل وبعد ما تحطلوش سوي فيه دي بروف اللي انت استعملت التيمز واستعملت الون نوت. دونك هذا يكون معناتها صحيح، يمكن تترشح للاسئله الطويله ومن بعد باش تعاود ما تنجحش في الاسئله الطويله. فهمتوا؟ يعني شيء مربوط ببعضه كيما نقولوا. بهنا الكيستيون نوتي سور لوتيليزاسيون دي زوتي مايكروسوفت ادوكيشن، سوسي سورون نوتي اوتوماتيكمون اي فو دوفي اتاندر ان سيرتان نيفو بور باسي ا لا فاز دو ريفيزيون هومين اي لي بريفيرابل دو سوميتر افون لو 8 جويي افان كو فوز افي لو تون دو سوميتر ا نوفو سي فوتر كانديداتور نو باس با سيت فاز. واضحه هذه الجمله، الفقره هذه واضحه، قالت ماذا بيكم تحطوا تعمروا قبل لويت جويه، خاطر كان ما اسعفكمش الحظ وما نجحتوش في الفاز هذيا راهو باش يعاودوا يبعثوا لكم ميل ويقولوا لكم راهو راترابي فو ولا ما نعرفش انا حس ما نعرفش يقولوا لك شنو لازمك تعمل باش تعاود تصب قبل لو 15 جويه. الفاز 3 هما لي كيستيون لونغ qui seront examinés par votre équipe Microsoft locale dans votre pays et région. Votre soumission finale doit être reçue avant la fin de la journée du 15 juillet, heure de Los Angeles. Ces questions ne seront examinées que si vous passez avec succès la phase 1. Nous vous suggérons de demander à un collègue d'examiner vos réponses. Vous pouvez répondre dans votre langue maternelle. Maternelle, plutôt. Donc, là, هنا غلطة هذه مش الفاس 1 فاس 2، معناتها انت ما تنجم تتعدل الفاس 3 كي ما تتعدل الفاس 2. دونك وقال لك ماذا بيك انت الابليكيشن نتاعك مثلا تحط توريها لصحابك باش يعينوك يعني ديكزاميني لي ريبونس نتاعك اتسيتيرا، وتنجم تحط باللغه نتاعك باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه ولا بالانجليزيه، مي من المحبذ باللغه الانجليزيه خاطر ديجا مدام حسنه في الريونيون تاع لو 15 جوان قالت لكم سيل فو بلي يخدموا باللغه الانجليزيه خاطر يسهل برشا للي زيفالياتور تلقاهم كلهم يخدموا باللغه الانجليزيه خير ما يبداو يعملوا في التراديكسيون ولا ما نعرفش انا وتقع اغلاط ساعات في التراديكسيون. ماذا بيكم اللي يعرف روحه ومتمكن من اللغه الانجليزيه علاش لا ما يصبش باللغه الانجليزيه ويرتح روحه ويرتح ليفالياتور معاه. به هنا لي كونديتاتور دواف être soumise au plus de 15 juillet. Cependant, si vous avez submis avant le 8 juillet et que vous ne passez pas à la phase 1, vous aurez la possibilité de refaire votre candidature ou de se mettre à nouveau d'ici le 15 juillet. Bien sûr, les phases marboutines bravo, mais je m'intitule à la phase 2, qu'elle m'a tardé la phase 1, mais je m'intitule à la phase 3, qu'elle m'a tardé la phase 2 ou 1. Déjà, un ticket hot. روحك في الابليكيشن باش يجيب لك الفاز 1 وبعد الفاز 2 وبعد الفاز 3 معناتها مربوط ببعض الشيء. Sous les questions de ce document, vous verrez des liens vers des cours MEC qui peuvent vous aider à vous préparer si vous n'êtes pas familiarisé avec Teams, OneNote, Forms et d'autres outils Microsoft Education. شفت هوني حاط لكم لي زوتي اللي هما باش يسالك عليهم في الفاز كورت في لي كيستيون كورت. ديجا مشيسلك على ليتيليزاسيون نتاعك تاع التيمز للون نوت للفورمز وللفليب جريد ولكلكو زوتي مايكروسوفت. دونك هنا فاس 1، لا فاس 1 هنا في الابليكيشن باش تلقاها من غير ما تعب روحك. دونك باش تحط بالطبيعه اسمك لقبك الكوريي الكترونيك نتاعك الكوريي نتاع لورغانيزاسيون يعني نتاع السكول نتاعك لادريس دوميسيل نتاعك لادريس نتاع ليكول السيت ويب دو ليكول اللي ما عندكش سيت ويب يعمل الباج فيسبوك دو ليكول كي فوتر تيتر يعني شنو انت اش تعمل انت في المدرسه هذيك دونك رول اكتيول ا ليكول شنو انت جو سوي ديريكتومون ريسبونسابل ا لونسينمون انت فورماتور انت شكونك تكوشي بيان سور اون كاز او بليزيور كاز. Votre école est-elle une école vitrine, une école d'incubateur, ou ni l'une ni l'autre? Là, bien sûr, les mecs j'ai oublié. يا اما انت باش تقول الليكول نتاعك تشوكيز ولا انكوبيتر والا لا
إذا كان ما تحصلتش على اللقب هذايا في السكول نتاعك قول لا، قول الصحيح يعني، خاطر هو راهو اللقب نتاع الشو كيس سكول ماهوش مربوط بالام اي اكسبرت، كل حاجه وحدها. هذايا الام اي اكسبرت خاص بالمدرس والاخر خاص بالسكول، واحنا في تونس ابارامون عندنا سكول واحده في الجمهوريه التونسيه اللي هي الشو كيس سكول، يعني كلنا ما عندناش مدارس الشو كيس سكول مالوغوزمون، خاطر ما وصلناش لتو في ادارتنا، في اداره المدارس نتاعنا يخدمون بالتيمز وبالون نوت وباللي اللي يحبوهم هما والكلاس ابريد وتتتتتت، هذا اللي نعرفوه الكل على البروجرام نتاع شوكيز سكول. وان شاء الله يا ربي نكونوا، معناتها مش نكونوا نوصلوا باش نترشحوا للقب هذايا نتاع شوكيز سكول. كل عام نخمم فيه حقيقه، اللقب هذايا مهم برشا للسكول، لكن الحقيقه هي ما عنديش امكانيات اني نحقق الشيء اللي هو مطلوب في الـ في الابلكيشن هذيك. دونك ان شاء الله يا ربي حن علينا ونوليو شوكيز سكول في يوم من الايام. به إف تشوكيز تتتا سي انكوباتور تتتا سينا سي ني لا ني لوتر، تحط اسم السكول نتاعك وكهو. به كيل ترونج داج انسيني فو، هنا هذا الكل كيما قلت لكم مش تلقاوه في الفاس اون، هذا احنا توا وين في الفاس اون في الابليكيشن اللي انت باش تعترض لها في وقت ننزلوا على هذايا. نرجع للسيت، هي وقت ننزل على هذية register now or sign up، sign in يا ربي. دونك هذية هذية وين مش تلقاه؟ مش تلقى الفاس اون، مش تجاوب على روحك اسئلة على روحك على مدرستك، وبعد تتعدي لك الفاس دو، وبعد يتعديك الفاس تروى داكوردو. احنا توا قبل ما ننزلوا على الليان هذية اللي مش يدينا للابليكيشن قاعدين نحضروا في رواحنا نفسانيا باش نجاوبوا على الاسئلة دابخي سو دوكيمون وورد، داكوردو. هو حاط لك البلان هوني باش ما توهكش وقت تدخل للابليكيشن، يعني حضر روحك في عقلك ومن بعد ادخل اعمل الابليكيشن نتاعك، داكوردو. به هذوما الاسئله الكل اللي باش تلقاهم في الابليكيشن. دونك احنا هذوما الكل لحد الان في الفاس اون. به كيل ماتيير انسيني فو، سيليكسيوني توت لي ماتيير كي سابليك، دونك هنا شنو هي الماتيير اللي انت قاعد تقري فيها. vos élèves vos apprenants ont-ils accès à l'internet à l'école؟ oui non je ne travaille pas directement avec les étudiants. vos élèves apprenants ont-ils accès à l'internet à la maison؟ كيف كيف مش تجاوب بصدق، يعني على خاطر كيما قلت لكم اللي ما يجاوبش بصدق راهم بعد مش يقولوا اعطيني بروف، فهمتوا؟ يعني ماذا بينا نكونوا حقانيين كما نقولوا 80% في الاسئله نتاعنا في الاجوبه نتاعنا بلوتو، باش من بعد كي نحطوا لي بروف ولا التاييدات نتاعنا في الاسئله الطويله يلقاو بالحق اللي انت قاعد تقول في الحقيقه في هالاسئله هذوما القصيره. Quelle technologie vos étudiants ou bien vos apprenants utilisent-ils principalement pour l'apprentissage? Cochez toutes les conditions qui s'appliquent. شنو ما les devices يعني شنو ما كيما نقولوا احنا الماتيريال اللي يستعملوه، التلامذة، تليفون موبيل، الاورديناتور، تابلت، اي حاجة مش تكوشي. بارتاجي اليورل سور فو هاندلز سوسيو، يعني يطلب منك ليدونتيفيون تويتر على فيسبوك، البروفيل نتاعك على الفيسبوك، على الانستغرام، على لينكد ان، على تيك توك، على الشين يوتيوب نتاعك، البلوغ، اوتر. دونك هنا ديما كيما قلت لكم وديما نقول لزملائي راهو البارتاج 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 مهم جدا في مايكروسوفت، يحبوا البارتاج. وهو مش كان في مايكروسوفت، اي بروجرام دينوفاسيون que ce soit Microsoft, eTwinning, Narshena, l'ISA International School, تاع British Council, أي يهتموا ياسر بالبارتاج. علاش؟ خاطر كيما قلنا احنا العالم نتاعنا ولا رقمي، والبارتاج هو اللي يساعد في انتشار هالليزوتي نتاعهم. هذاك علاش هما يطلبوا منك البروفيل نتاعك في لي ريزو سوسيو باش يشوفوك انت شكونك واش قاعد تبارتاجي واش قاعد تخدم. مؤيدات هذو راهم مؤيدات لينهم هما زيدا. combien d'abonnés avez-vous sur Twitter؟ شفتوا هنا طالبين كان لي زابوني نتاع تويتر. علاش زعما؟ على خاطر تويتر هما اللي يستعملوه اكثر شيء جماعه مايكروسوفت،
قال لك قديش عندك من فولورز، قديش عندك من متتبع في تويتر. سي تري امبورطون، يعني انت كي لقاوك انت عندك فوق الألف متتبع راهو انت تخدم على روحك، يعني انت شخصيه معناتها مدرس قاعد تبارتاجي، قاعد يتبعوا فيك الناس، قاعد تلهم في الناس، قاعد تعمل في حاجات في المجتمع نتاعك، في الكوميونيتي نتاعك اتسيتيرا. به كل اوتي اباري اوتيليزي فو ريغولييرمون كوشي توت لي كاس كي سابليكا. قاعد تستعمل زعما في لي زابليكاسيون جوجل، في الكروم بوكس، في الايباد، في الماك بوكس، في الاباري ويندوز، في المايكروسوفت سيرفاس، في المايكروسوفت 365، في المايكروسوفت تيمز، في الزوم. tu vas cocher les appareils que utilises اللي انت تستعملهم بكل صدق زاده، خاطر انت من بعد مش tu vas approuver ça، معناها tu vas faire des preuves pour ça. mais quel outil appareil votre école, organisation utilise-t-elle, cocher toutes les conditions qui s'appliquent. Donc, شنيا les appareils اللي يستعملوهم السكول نتاعك كيف كيف نفس الـ كيما نقولوا هنا les sous-titres وانت tu vas cocher. Avec quelle autre communauté edtech êtes-vous connecté. دونك هنا انت قش قاعد مع شكون تكومونيكي، مع شكون تي كونيكت، مع شكون تتفاعل تتعامل. دونك هنا حط لك احتمالات، حط لك برشا احتمالات. انت يندرا تتعامل مع لي زيديكاتور كرياتيف ادوب، مع ليدوكاتريس ديستانغي ابل، مع لي زامباساتور دو بانسي، مع لي زامباساتور دو لا فوا دي ايتوديون فليبغريد، مع جونيلي امباساتور كوتش سيرتيفي جوجل، جماعة جوجل الكل حطهم لك هنا، الهاش بي، شنية هذي، إدوكاتور سيرتيفي، إي إس تي إو، كاهوت أمباسادور، فيزيوني لي زامباساتور، ماينكرافت جلوبال منتور، سيرتيفي ناشونال، سامحوني أنا بالسيف ما قاعدة نشوف بعينيا، هنا وين نوصلت؟ إيوا ماينكرافت، سيرتيفي ناشونال جيوغرافيك، إدوكاتور سيرتيفي نيربود، نيربود، إدوكاتور دو بير ديك، سكرين بيم إكسبرتس، إمباسادور ويكلت، إتسيتيرا. دونك هذوما الاحتمالات اللي حطك أنت تكش عليهم بطبيعة إذا كان عندك كومونيكاسيون معاهم، وإذا كان أنت منهم بتاتر إمباسادور في حاجة منهم، ولا عندك تيتر من هذوما الحاجات. به هذا الكل مازلنا في الفاس اون يا جماعه، هذا الكل التعريف بالنفس، يعني انت شكونك ومدرستك شنيه. مازلنا ما وصلناش للفاس 2، هذا الكل وين مش تلقاوه؟ مش تلقاوه في الفاس اون وقت تنزلوا على هذه ريجستر ناو اور ساين ان اي داكوردو. هذا الكل اعطاهولك هوني في الفيشي وورد، نذكر باش انت تحضر روحك قبل ما تنزل على البوطون هذيك، على اليان هذيك، باش انت تنجز الابليكيشن نتاعك، باش تكون حاضر. داكوردو. به نكملوا الفاس اون باخر كيستيون. قالك افي فو سويفي دي كور او غانيي دي باج اي دي تروفي سور مايكروسوفت لور. يحصر على مايكروسوفت لور، هذايا السيت هذايا مهم برشا، وما نتخيلش حتى واحد تونسي ما نعرفش انا، يمكن فما الله اعلم، مي جي با فيو دون لي ريزو سوسيو انه حد من المدرسين معناتها خذا جائزه من هالمنصه هذيا. اني باش نبارطاجيها لكم. المنصه هذيا ياسر ثريه، ننصحكم باش تدخلوا لها. انا دخلت لها وفيها بحر، يعني بحر معلومات، اللي يحب يستفاد بيان سور يدخل يشوف. هذه بالنسبة للمايكروسوفت ليرن، هذه دونك كان واحد فيكم خذا دي كور ولا خذا دي باج ولا خذا دي تروفي منها، يكتب وي ولا نو. به هنا قالك سي وي بارتاجي لو ار ال دو فوتر بروفيل بوبليك ايسي. يحبوا يشوفوا كان انت وي كوشيت، راهو ديما يحبوا البروف، يشوفوا البروفيل نتاعك على لور ويثبتوا اسكو انت بالحق خذيت وقريت وعملت كل شيء. بهذه الفاز اون اش قولكم فيها اصدقائي؟ فاز اون شكون عنده سؤال قبل ما نتعدى للفاز دو؟ تفضلوا. فماشي اسئله يا سماح في الشات؟
اللي حب يطلب الكلمة، اللي حب يرفع يده، اللي حب يرفع يده قبل ما نمشي للفاز دو باش نبداو منظمين. حد يقول لي سامحكم ما فماش نمشيو سماحة نكملو ناكا هو نكملو باه داكوردو باه نمشيو للفاز دو. الفاز دو دونك هنا استنيني لحظة انا نبداو من هوني. الفاز دو question notée par apprentissage automatique. Si elles sont soumises avant le 8 juillet et que vous ne répondez pas aux critères, vous aurez la possibilité de réessayer. هنا يعاود يقول لك على فاز 8 جويليا. بربي يا جماعة وصلوا المعلومة هذية للناس الكل. أمانكم الناس الكل نسجلوا نعملوا الابليكيشن نتاعكم يسالش نبصر واحنا هالنهارين باش نعاود نحاولوا نسبميتيو الابليكيشن نتاعنا قبل 8 جويليا باش لا قدر ربي وما نجحتش عندك الوقت باش تعاود. كان مش تحط روحك لاخر لحظة يولي ما عادش عندك وقت خاطر لو 15 جويليا هذيك اخر ديلي وما عادش عندك الامكانية باش تعاود تصلح روحك. داكوردو سي تري امبورطون هذيا راهو وصلوه لزملائكم. باه توا مش نبداو في الاسئله القصيره. الاسئله القصيره combien de cours de parcours d'apprentissage ou de formation sur la Microsoft Educator Center avez-vous suivi؟ بيان سور هنا مش تعطي العدد الصحيح. كانك انت تبعت فوق 26 تكوشي فوق 26 وبعد هو ديجا باش يشوف الترانسكريبت نتاعك يعني مش يثبت عليك. ديما قلت لكم راهو هنا وراكم كي باش تنزل على اي كاز وباش تكوشي اي حاجه راهو فما الدليل راهو انت ما تنجمش تكذب عليهم يعني حتى انت جاوب بالغلط في الاسئله القصيره راهو فما بروف باش يقولوا لك اعطيني ترانسكريبت باش يقولوا لي اعطيني ما نعرفش انا كل حاجه باش تاكد لهم اجاباتك راهو باش ياخذوها من عندك. داكوردو باه السؤال الثاني fournissez un lien vers votre relevé de notes à partir de la communauté des éducateurs Microsoft en suivant des étapes. Allez à votre profil dans Mac, باش تيليشارجي الترانسكريبت نتاعك. Oui. Oui, كما سؤال من عند مدام هند. فهموا لنا اكثر السؤال هذا ما فهمتش انا السؤال تحكي عليه. فهموا لنا اكثر السؤال هذا اما هو سؤال. يا هند اذا كانك تجم تحل الميكروفون نتاعك تفضل مرحبا باش تفهمنا اما هو سؤال اللي باش نزيد نفهمه. هند تفضل. هند شو يقصد بي باركور دابرونتيساج؟ شنو هو الباركور دابرونتيساج؟ تحكي على هذا السؤال الثاني. انا تو باش نفسره لك بخاتيك راهو هذا كانك على هالسؤال هذا السؤال باش تمشي اهو انا باش نفسره براتيكمون. دونك باش نمشيو للمايكروسوفت ايديوكيتر سنتر يعني باش نخدم لكم البراتيك مع التيوريك. مش اذا كان سؤال يتطلب حاجه براتيك نخدمه لكم براتيك راهو ما غير ما تقولوا لي جوست انا اعطيوني الوقت بشوي بشوي باش المعلومه توصل للجماعه الكل. به هذايا الايديوكيتر سنتر به تمشي للبروفايل نتاعك. هذا البروفايل نتاعي ريتو هنا فيو ترانسكريبت هذا هو تنزل عليه. اش باش يهبط لك؟ باش يهبط لك بي دي اف. بي دي اف فيه تو لي كور اللي انت قريتهم تو لي كور لي بادج اللي تحصلت عليهم من حيث انت عملت ساين اب في المجتمع هذايا لاخر نهار انت توا فيه باش تصب الابليكيشن. داكوردو دونك هذا الكل لي كور اللي انا قريتهم يحط لك بي دي اف وين انت تحصلت على كل شيء. هذا سي اون بروف للكيستيون اللي قبلها. شفت انا كي هنا كوشيت يا هندا كوشيت على حاجه من هذوما دونك السؤال اللي من بعده هو البروف على اجابتك هذيك. دونك انت هذا يا البي دي اف هذا يا البي دي اف باش تنزلو انت باش تحملو على لورديناتور نتاعك انا ديجا حملتو ومن بعد باش تحطو في الوان درايف. الوان درايف نتاعك انت تدخل هنا وتكتب وان درايف الوان درايف نتاعك حسب انت شنو بيان سور خاطر انت يمكن عندك بلوسيور
كونت مايكروسوفت يولي عندك بليزيوغ وان درايف، دونك انت حسب شنو الكونت اللي انت تستعمله يعني في المايكروسوفت ايديوكيتر سنتر ولا في مجتمع مايكروسوفت. انا نستعمل في 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 مش انا نستعمل في ايميلي العادي يعني في مايكروسوفت، مش الايميل تربيه، خاطر انا معناتها شاركت في الكوميونيتي هذه قبل ما يجيني اصلا الكونت تربيه متاعي. دونك انا نستعمل في الياهو .fr. هذا الوان درايف. انت في الوان درايف ايش باش تعمل؟ باش تعمل دوسيي مثلا. انا عملت هنا دوسيي اسمه ذا ترانسكريبت، عطاو نعمل لكم دوسيي قدامكم هوني، ان دوسيي تقول مثلا حتى تحطوا اسمك انت فاطمه بوعزيز، فاطمه بوعزيز بوعزيز ترانسكريبت مثلا، ترانسكريبت به كريي. هذا هو ندخلو. واش باش نشارجي هنا؟ باش نشارجي الترانسكريبت نتاعي اللي انا نزلته من الادوكيتر سنتر. هو داكوردو، هذا هو. ومن بعد انا نجي لهوني، واش نمشي نعمل هنا؟ مش نمشي نعمل بارتاجي. اش معناتها بارتاجي؟ معناتها نحب اللين نتاع الدوسي هذايا يتشاف. ردوا بالنا هنا توت بيرسون ديسبونزون دو لين بو موديفي. انا ما نحبوش بو موديفي، نحبو يشوفوا برا. هنا بو كونسولتي لو كونتوني، دونك نحطو انا يشوف بركا الكونتوني تاع الدوسي نتاعي داكوردو. ونجي نعمل هنا كوبي لو لين، ريت هذه كوبي لو لين، ناخذ اللين تاع الدوسي هذايا باش الشخص اللي يحب يثبت في الترانسكريبت نتاعي يدخل للدوسي هذايا ويدخل للبي دي اف نتاعي ويثبت على ريحته انا قداش خذيت من كور وخذيت من بادج في مايكروسوفت ايديوكيتر سنتر. هذه هي البارتي براتيك نتاع السؤال هذايا. هاكا قالك كريي اون اي ار ال كو فو بوفي كولي ايسي. وهنا ديجا هنا في الثالث هنا قالك تيليشارجي لو كيلكو بار que pouvez-vous partager comme OneDrive. تجم تحط في الويكلت، تجم تحط في OneDrive، في أي إسباس يخول لك باش انت تبارتاجي ليان اون لينيا للناس اللي باش تتفرج عليك، اللي باش تعمل لك ليفالواسيون بلوتو. وبالله ملاحظة ساقت هالي الأستاذة حسنة شخصيا، ردوا بالكم من الليان اللي تبارتاجيوهم يعيشكم، راهو من 15 أستاذ اللي ترشحوا للقب MIE Expert حطوا دي ليان ما تتشافش. اش معناتها ما تتشافش؟ يا بوغ لوي اونيكمون، يا ما نعرفش انا ليميتي، يا ما نعرفش هو يوصل الليان نتاعو. يعني لازمك تردوا انت الليان اللي باش تحطوا انت كبروف يكون بوبليك ويكون مود ليكتور. مود ليكتور يعني يكونسلتي شخص هذاك يكونسلتيك، ما تخليش الليان موديفيابل باش لا قدر ربي يفسخ لك شي ما نعرفش انا. فهمت شي ديما ضامنة على الليان نتاعك يكون مريقل. فهمت؟ هذه بالله معلومة نحب نسوقها شخصيا من مدام حسنة. قالت راهو فما برشا أساتذة يحطوا دي الليان ما تتقراش. اش معناتها دي الليان ما تتقراش؟ ما يظهروا لهمش اصلا، يجي يمشي للليان ما يلقاش، يلقى انو بو با اكسيدي او ليان اللي انت حطيته له. نثبت انا مع صحابي، صاحبتي سامح نثبت معاها، يعني مش نبعث لها الليان تاعي يا سامح يتشافوا مريقلين يتقراوا مريقله. تقول لي يا فاطمه اي ان شاء الله زينه، حتى انت مثلا تحب تثبت طبعا في صحابك قولوا بلي ثبتوا لي في الليان هذوما ظاهرين ولا لا، باش ما يجيش انت للايفالواتور وما يظهرلوش يولي يقش عليك شي ما عملت. فهمت؟ يولي معناتها ما ينشحكش اذا كان ما شافش هو البخاف بطبيعه ما ينشحكش. فهمتوا بلي النقطه هذه اكدوا عليها زملائي زملائنا الكل يعيشكم. دونك هذه الكيستيون هذه متفاهمين فيها واضحه استاذه هنده؟ هذه هي الكيستيون اللي قلت لي ما فهمتهاش مدام انا قريت برشا دروس وحطيت برشا بادج، اما كيفاش نعرف عدد من الترانسكريبت هذاك اللي قلت لكم عليه؟ هو الترانسكريبت هذاك يحط لكم الدروس نتاعكم الكل، يعني يحط لكم ريت هنا الدروس اللي انا قريتها من 2017. ها من 2017 يحط لك ريت هنا لدات 2017 من اول درس قريته على الماك
يحطه لك لاخر درس في 2021. اهو 2021 بون، مش برشا دروس في 2021 اهو 2021 من 2007 ل 2021، معناتها اي درس انت قريته باش تلقاه في الماك نتاعك، تيليشارجيه سو فورم دو بي دي اف، ومن بعد تحطه في اي ليان يتشاف بيان سور للايفالياتور، الوان درايف، الويكلت اللي تحب انت، على سوي اللي تحب. المفيد يكون اكسيسيبل، يكون يتشاف يعيشكم، ما تحطوش دي ليان ما يظهروش للايفالياتور، مش عليك شيء ما عملت هكاكا. به هذا هو الكيستيون تاع الميك تاع ترانسكريبت. به نرجع وي فاطمة وي فما من سونيا يوم 8 جويليا نقدم الملف كامل والا المرحلة 2 اكاهاو. انت باش تقدم الملف كامل راهو، وهما اذا كان هما كي هما يوصلوا للفاز 2 في ليفالواسيون يلقاوك ما نجحتش فيها، باش يعاودوا يقولوا لك راهو عاود قدم. فهمت؟ انت ما تنجمش تسبميتي كان ما تعمر لي 3 فاز. فهمتي استاذتي؟ تو من بعد نشوفوا البراتيك، استنوني لحظه نكمل الفيشي وورد. خاطر انا علاش انا بديت بالفيشي وورد هذاك؟ خاطر هو باش يحضرك للابليكيشن. انت كي تنزل على الريجستر والا ساين ان، تلقى روحك حاضره نفسيا وعقليا انك كيفاش باش تجاوب على الاسئله، سورتو الاسئله الطويله، يعني ماكيش انت في لحظه الابليكيشن نتاعك باش تجاوب هكاك بيتمون يعني، ولا ما غير ما تريديجي انت نص مزيان، ولا تحضر سوي فيه دي بروف مزيانين، ولا فهمتني يا استاذتي؟ دونك لازمك تحضر روحك في عقلك. دونك عندكم انتوما تو هذايا الوورد باش تعرف انت الاسئله، وباش تحضر روحك، باش تحضر لليام نتاعك، بعد تحط انت شيء هذاك الكل في الابليكيشن قبل 8 جويليا، وهما باش يعملوا ليفالواسيون بالفاز. بالفاز فاز 1 ني با ايفالوي، فاز 2، فاز 2 الى ايفالوي، ما تجيبش سكور فوق 80 يبعثوا لك ايميل بالرفض، ما يشوفولكش حتى الفاز 3 اصلا. فهمتني اختي؟ مفهومه الحكايه هذه ولا؟ الو واضح. انا نسكر عليكم الميكروويت عندكم فقط. نعاود نحللها من الميكروويت. انا مسكر عليهم الميكروويت مش ما يعملوا ليش ضجيج. انا حليت لكم الميكروويت سامحوني. هاي شكون عنده سؤال في واضح مدام فاطمه؟ واضح 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 مدام، يعيشك بارك الله فيك. به نتعدي وي به. هنا اعطاكم جدول، الجدول اش قال لك؟ اكل فريكونس فيتفو، اكل فريكونس يوتيليزيفو مايكروسوفت تيمز؟ نعم فاطمة بارطاجي. البارطاج ما ظهرش. بارطاجي ليكرون. وي البارطاج ما ظهرش. انا تبادل وسباي انا عاود نبارطاجي. اي وقت يظهر قل لي. مريقلاي مريقل به به مدام فاطمة. وي سامحني انا كغير خلطت عليكم معناها في التكوين هذا، مشكورين. جيست حبيت نتبعكم، ثم نجم باش هاك نتبعكم من باراليل انت تحكي وانا نتبع، ما نعرفش البارتي هذه لي كيستيون الموجودين هذه اعطيتها لكم انا في الشات توا يا اختي، توا حطيت لكم الوورد هذا في الشات. انا ارجع للتحولي نجمش تعاودوا مدام كغير دخلت. الله يبارك، راني يعني توا نعاودوه لك. الله يبارك، مشكوره مدام فاطمه، ميرسي بوكو. مرحبا بي وخيتي. راني نعاود نحط لكم الليام تاع الدوكيمون هذايا اللي تري امبورطون. قبل ما نحط ما ننزل على البوطون الازرق الكبير هذا ريتوها، قبل ما ننزل انا عليه نمشي نحضر روحي بالدوكيمون وورد هذايا اللي حطهولي. هو حطهولي بيان سور باللغه الانجليزيه، وانت تجم ترجم روحك باللغه الانجليزيه الفرنسيه ولا اللغه العربيه. انا هوني ترجمته باللغه الفرنسيه داكود باش يبدا مفهوم اكثر، خاطر نعرف لونجلي مانيش طايرين في لونجلي كوميم كيما الفرنسي. به انا باش نعاود نحط لك الليام تاع الدوكيمنت هذايا في الشات، وانت امشي انزل عليه وصبه عندك اوكا وتمعن فيه في عقلك، يعني مش في عقلك برشا قبل لويت. دونك ان شاء الله الجمعه هذه الناس الكل تهتم بالابليكيشن هذه وتعطيها وقتها،
خاطر ماهيش كوميم سهله، خاطر تحب لها خدمه نتاع دي سوي نتاع دي بروف، انت خدمتهم في وسط العام، شنو وثقت، شنو خدمت بالتكنولوجيا بالادوات مايكروسوفت بالمايكروسوفت تيمز بالفليب جريد بالويكلت بالماينكرافت، دونك هذا الكل نورمالمون انت وثقته معناتها طيله السنه الدراسيه نتاعك، وباش تحطوا بالطبيعة بعد في ويكلت ولا في سوي ولا في أي حاجة رقمية، باش تحط انت اليان باش هما يثبتوا انت بالحق خدمت النص اللي كتبته صحيح ولا غلط. فهمتني؟ شنو هذيك؟ تخزين الروابط أيهما أفضل، جوجل درايف ولا هو من وين بطبيعة وين درايف؟ انت انت تتعامل مع شركة مايكروسوفت وتعطيهم جوجل، تحب لازمك انت تعمل بالوان درايف خويا، ما غير اختي رايدة يعني ماذا بيك تستخدم الوان درايف يا عيش اختي، خاطر انت تتعامل مع شركة مايكروسوفت داكوردو. شنو السيت اللي يسألوا عن ترجمة؟ الترجمة انا عملتها اوتوماتيكمان بالوورد 365، يعطيك تراديكسيون تخديكسيون ما غير ما تتعب روحك بالوورد 2365، يعني فما بوتون تخديكتور يترجم لك في لحظة. يعني احنا نرجع للجدول هذايا، دونك على فريكونس يوتيليزي فو مايكروسوفت تيمز دون ان انفيرونمون دونسينيمون، بطبيعة باش تجاوب كوتيديان ابدومادير مونسويل غارمون او بيان جامي، كوتيديان معناتها يوميا ابدومادير يعني كل جمعة مونسويل كل شهر رارمون يعني قليلا جامي حتى مرة، يعني انت من هوني وقت تجاوب له على الجدول هذية وتكتب له جامي 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 بطبيعة سكورك باش يطيح هكا ولا يا سميح، يعني انت هنا باش يصفي هو من الجداول. عسلامة مدام فاطمة. نعم عسلامة مدام فاطمة. عسلامة اللي ما عندوش تراسل. ألو وي عسلامة مدام. نسمع فيك مدام تفضل. مرة ندخل راني كان تعرفني أنا باش نستفيد قل لي واصل سينو خلي دورة أخرى ولا فورماسيون أخرى خاطر نعرفش نحس روحي ضايعة. أستاذتي احنا توا في تدريب خاص باستكمال ملف الترشح لنيل اللقب للMIE Expert. هذي اللقب هو لقب معناها هذي انت فما مراحل، اول حاجة بتكون MIE Expert كان ما تكون MIE، يعني كان انت ما تكون في مجتمع مايكروسوفت انت عندك اللقب MIE اختي. اي دونك انت خدمت. لا 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 ما عندي حد شيء، انا دخلت ما عندك حد شيء معناتها انت هذه التدريب راهو افونسي عليك شويه، سامحني يعني لازمك ترجع في قناه اي ترجع لقناه اليوتيوب حتى انا حسيت روحي ضايعه، ترجع تتفرج على التدريبات الاولى اللي عملناها منذ 3 أسابيع، وهذا هذا التدريب هو مسجل. من بعد انت كي تخلط وليت ام اي اي وعمل تدريبات على أدوات مايكروسوفت تتفرج على التدريب هذية ويمكن تخلط الله أعلم، اللي عنده عزيمة راهو فما تدريبات أخرى عزيمة ناجحة يبارك لك يا مدام فاطمة. مرحبا بالجميع نشوفهم تنطلبهم يعيشك يبارك لك. أرجع بالتوالي مدام نادية ووسع بالك شوية بشوية. أي أي نرجع مش مشكلة يعيشك يعيشك وفما تدريبات مدام يجي حتى حضر لها مدام فما تدريبات بعد مدام فاطمة تنجم تحضر. نعم نعم سموحة قلت لها يعني عارفة فما تدريبات أخرى تنجم تحضر لها مازلنا نعملوا في تدريبات. احنا توا كملنا الام اي اي والسوي والبرمجيات توا قاعدين احنا في التدريب. مش فاهمه لا 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 نقصد مش فاهمه يعني شنو انا توا نحكي على توا اي عنا تدريبات انا في اول الحصه هذه ذكرت التدريبات اللي باش يكونوا ان شاء الله في اليوم المفتوح 2 جويليا 3 جويليا اذا كانت تحب تتبعنا من بعد. هي ماهيش مسكينه منزلت ماهيش ام اي اي اصلا سامح، هذيك علاش قلت لها ارجع بالتوالي احسن من تجوج مروحه يعني في الفارغ. فهمت؟ ترجع للقناه اليوتيوب نتاع كلنا مجددون توا تلقى تدريبات ام اي اي
وتلقى معناتها كما نقولوا المراحل الكل باش توصل للمرحلة هذه بإذن الله. مدام فاطمة بربي توا انت ما شاء الله عليكم تنشطوا وكثرت علينا احنا كل مره مع واحد انت بار اكزومبل تبعوك نتبعوك وين نمشوا في الفيسبوك في جروب كذا شنو بالضبط معناها احنا توا نخدموا على صفحه الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه تمشي ايه؟ للباج الفيسبوك نتاع الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه هي توا نوريها لكم هوني الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تلقوا فيها كل شيء. المبادرة متاعنا اللي احنا اطلقناها الانيسياتيف اللي هي مبادرة كلنا مجددون معانا مجموعة طيبة من المدربين من تونس متطوعون واحنا كلنا متطوعون راهو تلقى كل شيء ان شاء الله بالتفصيل الممل نهبطوا التدريبات نهبطوا الروابط التدريب نهبطوا المسابقات كل شيء موجود على صفحة الجمعية بإذن الله. داكوردو مدام؟ داكوردو بارك الله فيك مرسي بوكو. أو دي تو نزيد نحط لكم صفحة الجمعية على التشات باش تدخلوا لها ديريكتومون ما غير ما تقعدوا تلوجوا عليها في الفيسبوك. ريت مدام فما اللي يعملوا جروب ميسنجر فهمت كيف تكون اسهل حتى المعلومه تصل خير معناها اي احنا عاملين جروبات ميسنجر للمدربين لكن المتدربين لا على خاطر ما شاء الله المتدربين عددهم كبير او كان نتعاملوا معهم باللي باج فيسبوك واللي جروب فيسبوك عنا زيدا جروب الجمعيه بقليف الباج الجمعيه دونك أي. احنا المدربين المتطوعين اللي معانا الكل قاعدين يبارتاجيو ويعطيهم الف صحه يمكن رانا مقصرين في البارتاج يمكن المعلومة ما توصلش لأكبر عدد ممكن من المدرسين على غالب احنا الكوميونيتي اللي نعلموا عليه يمكن بالصدفة جيت نشوف هكا تعديت معناها صحيح انا ندعو من المنبر هذايا انه جميع المتدربين والمدربين يبارتاجيو المعلومة راهو البختاج هو السر كيما نقولوا احنا الانتشار يعني ما شاء الله على ريزو سوسيو باش ننشروا احنا رابط ولا معلومه راهو هيك هو البارتاج لازمنا نبارتاجيو الناس الكل راهو احنا نبارتاجيو مش لحبا في الظهور ولا حبا في ما نعرفش شنو ما نحبوا حتى شيء نحبوا كان نفيدوا غيرنا ومعناتها والفايده تعم للناس الكل واحنا راهو نخدموا على رايه بلادنا تونس لا اكثر ولا اقل نحبوا معناتها مجتمع مايكروسوفت يبقى متواصل مع في تونس خاطر هما ياخذوا بعين الاعتبار بالعدد نتاع الـ MIE expert لقدر ربي وطاح العدد يعني على 167 راهو احنا مش نتضروا يعني ما عادش هيك التعاملات لبارتناريا مايكروسوفت مع وزارة التربية هذا الكل وديما نقولوا المدرسين ما نستناوش وزارة التربية ولا الدولة باش تعمل لنا حاجة احنا المدرسين المجددين لازمنا نسعاو احنا وبقى على ربي احنا ما بعضنا اليد في اليد باش نعاونوا بعضنا ونواكبوا التطورات الموجوده باذن الله بالله نرجعوا للفاز دو يعيشكم باش خاطر الوقت نتاع الحصه الثانيه بريسك بدات يعني باش ما ندخلوش في الحصص اللي بعدنا به اكل فريكونس فيتفو هنا باش تجاوب بطبيعه باش تكوشي كاز اللي انت بالحق معناتها قديش تستعمل مايكروسوفت تيمز في قسمك هنا انا ريت سؤال من عند زميلتي بسوم قالت يندرى التيمز استعمالك تقصد به استعمالك يعني في القسم ولا جوست انت تحضر في ديرينيون لا هوني نقول لك راهو استعمالك في القسم يساعدك انك تحضر في ديرينيون مش ما يساعدكش لكن هو المقصود هوني استعمالك مع التلين ذاتك واضحه وديجا أكدت عليه مدام حسنة في اجتماع لو 15 جوان فما الأخ أنيس العموري سألها السؤال هذا قال يجمش المتدرب يوثق يعني خدمته التدريبات اللي حضرهم الكل هذيك في سؤال آخر فما سؤال متاع التدريب وفما سؤال متاع أنت شو عملت في قسمك مع تلام ذاتك دونك هوني لازمك تكون بالحق أنت استعملت مايكروسوفت تيمز في قسمك داكوردو هي جاوبته بالطريقة هذه ديجا داكوردو به نمشي ويتيليزي مايكروسوفت فورم دون ان انفيرونمون بيداغوجي كيف مش تجاوب كوتيديان هبدومادير مونسويل رارمون بيان جامي
utiliser OneNote pour une organisation personnelle, utiliser OneNote ou bloc-notes personnel, يقصد بيل بلوك كلاس نوتبوك هنا تاع مايكروسوفت تيمز, utiliser des blocs de notes ou bien l'application حتى هي سيباري بلوك نوت de personnel كلاس نوتبوك, utiliser des blocs de notes OneNote pour la classe avec des apprenants, utiliser Flipgrid avec les apprenants, utiliser Minecraft education avec les apprenants. شفت هنا اش قال لك يا بسمة, قال لك avec les apprenants ويعاود فيها ويكرر. شكون هم les apprenants؟ les apprenants هما يا تلامذتك يا الأساتذة اللي تعاون فيهم في التدريب, فهمت؟ هذم هما les apprenants. باه نمشيو للجدول اللي بعده. هنا مازال question, partagez vos connaissances en enseignement apprentissage avec vos collègues. هذا هي التدريب اللي هيك الحصص التدريبيه اللي انت تستعملهم يا ربي تعمل فيهم لزملائك, راهو مهم. هذا سؤال من الاسئله, يعني التدريبات اللي تقوم بها في مجتمع مايكروسوفت كل ما يضيعوش الكل انت باش تحطهم وتوثقهم عندك. الجدول اللي بعده, à quelle fréquence utilisez-vous les ressources ou systèmes suivant avec les apprenants. الميكوت هنا كيف مش تقول كوتيديان هبدوماتير مونسيال غارمون جامي. البيراتاج ستيم مايكروسوفت ايماجين اكاديمي, هذا زاد احنا ضعاف برشا في تونس. المايكروسوفت ايماجين اكاديمي هذه راهو منصه قويه برشا في مايكروسوفت, ومعناتها بالحق احنا مازلنا في تونس ما وليناش نخدموا بها بالباهي. دونك هذه مهمه برشا. À quelle fréquence utilisez-vous les fonctionnalités suivantes de PowerPoint avec l'enseignement d'apprentissage? هنا PowerPoint qui fait قاعدة تستعمل فيه, présentation directe, enregistrer le diaporama, enregistrement d'un PowerPoint en tant que vidéo, répéter avec coach, anglais diaporama, etc. etc. يعني كيفاش تستعمل PowerPoint في القسم. À quelle fréquence utilisez-vous les fonctionnalités suivantes du navigateur Microsoft Edge? Donc, là, tu utilises fait, donc tu utilises le lecteur immersif MTO, lire à haute voix, les extensions, traduction, etc. etc. هذا الكل جاوب عليه. Combien de visites virtuelles Flipgrid avez-vous rejointes ou aidé un enseignant à se joindre au cours des 6 derniers mois? Nombre. أعطاك هنا قديش انت حضرت من فيزيت فيرتويل فليب جريد عملتها. بارك الله ديما يعملوا لي فيزيت فيرتويل ويعملوا برشا حاجات الفليب جريد. دونك الكوميونيتي نتاع فليب جريد, ادخلوا للفليب جريد, ادخلوا للبلوغ نتاع فليب جريد. دونك وحاولوا, فماشي توا دي هما توا عملوا ديرنييرمون لايف قوي برشا يعني على اليوتيوب. اذا كان عندك سيرتيفيكا دو بتاع معناتها بتاع حضور, دونك بارتاجيها معاهم من بعد في السويل مش تحضروا. دونك راهو مهم برشا انك تكون في الكوميونيتي في البيغريد وتخدم في الكوميونيتي هذيا وتحضر معاهم في اكبر التظاهرات اللي يعملوها اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك هذيا معناتها من اسباب النجاح زيدا في الابليكيشن هذيا. داكوردو هنا نجم انا ديريكتومون ندخل على البلوغ, هنا فليب جريد بلوغ في جوجل باش تشوفوا معايا فليب جريد بلوغ. هنا يحطوا برشا حاجات كل نهار شو باش يعملوا شو باش يحطوا كل شيء هنا تلقاه في البلوغ نتاعهم. دونك ما عليك كان تدخل وتشوف اش قاعدين يحطوا وتتبعهم. داكوردو وعملوا برشا دي فيزيت فيرتويل قبل. بون شاركت في وحيد انا قبل هذاكم اللي شاركت فيهم. دونك انت باش توثقهم باش تربحهم يعني ما يضيعوش. هنا اللايف الكبير اللي عملوه ديرنييرمون يعني لو 17 ماي عملوا لايف قوي برشا. دونك كل شيء تلقاه في البلوغ. تحب تتبع الفليب جريد الكوميونيتي نتاع فليب جريد تدخل على البلوغ نتاعهم, يعني تو نحطه لكم في الشات
وحاولوا تتبعوا لو ماكسيموم شنو ما النشاطات وبيان لايف ايفنتس وبيان لي سيمينار وبيان لي وركشوب اللي يعملوا فيهم هما في المجتمع هذايا نتاع الفليب جريد. نكمل هوني. كومبيان دو كونيكسيون جريد بال افيفو افكتويي او كور دي 6 ديغي موا؟ هنا زادا مهم برشا، كما قلت لكم راهو الفليب جريد عنده أهمية كبيرة برشا في المايكروسوفت، شريك قوي برشا في المايكروسوفت. هنا دونك هنا في الشورتس، لا مش الشورتس، في النيكس داي في الاكتيفيتي، هنا بيدي قاعدة لو لا مش هون، الجريد بال في هنا في الدويرة متاع البروفايل متاعك. دونك هنا عندك الجريد بايل، الجريد بايلز اللي انت بارتاجيتهم. شو معناتها جريد بايلز في الفليب جريد؟ يعني انت كل توبيك مزيان خدمته مع تلامذتك وتحب تبارتاجيه المجتمع فليب جريد، دونك انت تجم تحطه بارتاجي في الجريد بايل. داكوردو؟ هنا انا نسيت كيفاش نبارتاجيها في الجريد بايلز، ما راهي بالإمكان إنها تكون بارتاجي، لازم نرجع نخنتك فيها باش نعرفها. بهنتي معناتها هنا اش تمشي تعمل اللي توبيك اللي عندك المزياني، مثلا ندخل أنا هنا بار إكزامبل، به بار إكزامبل سو توبيك، به نمشي هنا إكسبور داتا ديبليكيت موف توبيك، ترى لا مش هذه بارتاجي، ترى مش هذه بون سيت، كيفاش لازم نرجع نخنتب فيها باش نعرف كيفاش نبارتاجي اي توبيك في الجريد بالز اللي هما حاشيتهم به. دونك هنا نرجع للكيستيون هذه. كومبيان دو كونيكسيون غريد بال افيفو افيكتويي او ايدي ان انسيون ا تيرميني او كور دي 6 ديرني موا؟ باش تحط النمبر نتاع لي توبيك اللي انت حطيتهم كوم غريد بال. كيما قلت لكم مش معايا تا غريد بال، يعني التوبيك اللي انت بارتاجيتو للكوميونيتي نتاع الفليب غريد. كيما تشوفوا هنا ريت الخريطه، هنا خريطه العالم، الكوميونيتي كامله نتاع فليب جريد. انت كي تبارتاجي اي سوجي، اي سوجي ريت هنا فما دي سوجي بارتاجي من 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 شو اسمهم لي زيدوكاتور اللي موجودين في الفليب جريد، هنا في الجريد بادز تجم هنا تلوج على على اي جريد بالز تحب عليه وتستعملوا انت كتوبيك في الفليب جريد متاعك مع قسمك ومع تلامذتك. به نمشيو للكيستيون اللي بعدها. grâce aux lecteurs immersifs et aux outils d'apprentissage les étudiants peuvent cocher toutes les cases en هذايا تيست، c'est un test، هذايا يعطيك تيست دو كونيسانس، يعني بالحق باش تجاوب بالصحيح ولا بالغلط. Lecteur immersif, j'y amène les zgayrat, les tlemza. Écoutez le texte lu à haute voix pendant que les mots sont mis en évidence. Choisissez la façon dont le contenu est présenté visuellement. Collaborez avec d'autres personnes par le biais du chat. Traduire le texte dans plus de 60 langues. Utilisez un dictionnaire intégré pour la prise en charge du vocabulaire en temps réel. Capturer une vidéo des élèves lisant du texte à partager avec les enseignants. Donc, là, tu vas cocher la bonne réponse. شنو يعمل lecteur immersif pour les étudiants. D'accord. Donc, là, c'est un petit test pour vous. Beh, كيف كيف هنا كلهم des tests. Le هنا باش يسألك انت شنو تعرف يعني على lecteur immersif على على حاجة معينة يعني في الأدوات مايكروسوفت. Le vérificateur d'accessibilité dans les outils tels que PowerPoint, Word, Excel, OneNote, Outlook, etc. doit être utilisé pour
assurez-vous que quelqu'un peut lire votre document, quel que soit l'appareil qu'il utilise. Assurez-vous que votre texte peut être facilement traduit. Vérifiez votre dossier par rapport à un ensemble de règles qui identifient les problèmes possibles pour les personnes ayant une variété de handicap. Donc, là, tu vas cocher une seule case. Troisième test, dans une salle de classe hybride, Teams est utilisé pour cocher toutes les réponses qui s'appliquent. Utilisé pour chenon, pour environnement de réunion avec vidéo, chat et partage d'écran, plateforme de gestion de l'apprentissage, collaboration en personne et asynchrone, faites venir des conférenciers invités ou connectez-vous avec des salles de classe du monde entier, incorporation d'autres outils, c'est-à-dire Kahoot, Flipgrid, Word, YouTube, auxquels vous souhaitez que les étudiants accèdent sans quitter l'environnement Teams, embedding other tools. Donc, Hedia, Hedouma, tu vas cocher, bien sûr, une ou plusieurs cases. Mais, n'aimchi ou les questions les bas, ou bien test les bas, l'évaluation formative mesure l'apprentissage des élèves et se fait généralement quand au début d'une leçon, ou bien pendant la leçon, ou bien à la fin de la leçon. C'est là. Donc, lorsque vous créez, question suivante, lorsque vous créez un quiz ou un sondage dans Microsoft Forms, quel type de questions avez-vous disponible? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. Les types de questions, il y a choix, multiples, il y a classement, il y a SMS, il y a notation, il y a Likert. Donc, là, tu vas cocher Zeda une ou plusieurs cases. Question suivante, lors de l'utilisation du OneDrive, les élèves peuvent créer leur propre évaluation mathématique pratique avec des formulaires qui leur indiqueront s'ils ont obtenu la bonne réponse, vrai ou faux. Quel type d'équipes sont disponibles avec Microsoft Teams dans l'éducation? Cochez toutes les cases qui s'appliquent. Équipe de classe, équipe de personnel, équipe de PLC, n'importe quelle équipe, équipe sportive. Donc, là, tu vas cocher une ou plusieurs réponses. Là, tu vas ordonner. Là, il y a un article à la main d'ordonner l'application. Quel est l'ordre correct pour la création de salles de réunion dans Microsoft Teams? Ce n'est pas le bon ordre. Donc, là, je vais vous les étapes. Qui fait là? Je n'aime la création de salles de réunion dans Microsoft Teams. Donc, avec sélectionner calendrier, nouvelle réunion, lancer l'application du bureau Microsoft Teams, sélectionner les salles de réunion dans les contrôles de réunion, sélectionner créer des salles, choisissez le nombre de chambres que vous souhaitez créer, choisissez automatiquement ou manuellement, participez à la réunion, choisissez un canal pour vous rencontrer ou ajouter les apprenants que vous souhaitez fréquenter. Donc, il y a le col, je vais la main, je vais faire l'application, je vais traiter. C'est la phase 2. Je connais un doux sous elle, la phase 2. Je vais aller à la phase 3. La phase 2. شكون عنده سؤال شكون عنده استفسار شكون عنده حاجه ما فهمهاش parmi ces questions courtes فما شكون طالب الاجابات الصحيحه خدم على روحك انا بديت توما جاوبت راني توما ركزت فيا بالبي باش نعطيك الاجابات الصحيحه اعطينا الاجابات الصحيحه سي سوفيان يا سي سوفيان نخدموا من بعضنا من بعض في الماسنجر بي نعينوا بعضنا هي راهي حاجه مزيانه كي نعينوا بعضنا بالعكس ما فيها بس كل واحد فينا يخدمهم ويبارتاجيهم للناس يعني انا حقيقه انتو ما خدمتهم مي انا تو قاعده نقرا فيهم وابارامون معناتها مش صعب فهمت اما اللي عنده اجابات صحيحه ومتاكد ويبارتاجيها معنا تو نخدموهم ان شاء الله في الجروب نتاع المدربين علاش لو نعطيهم للناس انا خاطرني اول وحده تو معاكم في التدريب جي با بريباري معناتها ديزولي بالحق جي با بريباري لي كيستيون كورت يعني هل لي تيست هذوما لي بتي تيست داكورتو سي سوفيانا فيهم تاويل
رحل الميكروفون نتاعك وقل لي شنو التأويل اللي فيهم مثلا. اش معناتها تأويل؟ جي با كومبري. اهلا بيك. اهلا بيك سي سفيان. اهلا عسلام. فيهم تأويل معناها الاجابات مش واضحه 100%، تنجم ثم حاجه، تنجم برشا ثلاثه ولا اثنين ولا صحيح. صحيح هو مش صعب برشا، ما نخدموا مع بعضنا سي سفيان، مش مشكله نخدموا مع بعضنا ونعطيهم للمتدربين باذن الله. انا حقيقه نطلب في تخدمهم. اي هذه معناها تصلح لك انا عمل مجموعاتي. اي هاي صحيح عندك حق. تري بيان سي اون بون ايدي سي سفيان، يعطيك الصحه. دير ما منورنا باللي بون زيدي نتاعك. به نمشيو للفاس 3. فاس 3 الفاس 3 اللي هي اللي عليها السر كما يقولوا. الفاس 3 اللي كما كنا نخدموا العاده، نخدموا العاده الفاس 3 هو. احنا ما كانتش عندنا لا فاس 1 لا فاس 2. توا احنا الفاس 3 شنو هي؟ Ceux-ci sont examinés à la main par les équipes Microsoft de votre pays ou bien de votre région pour s'assurer que vous êtes vraiment un expert en éducation innovant et que vous avez démontré votre innovation de manière approfondie. Il y a un nombre minimum de 500 caractères requis sur ces réponses, sans compter les espaces. Alors, soyez succincts, mais soyez également prêts à fournir des réponses réfléchies qui répondent vraiment aux questions. Vous pouvez y répondre dans votre langue maternelle si cela vous convient mieux. Mais on vous conseille de vous parler en anglais pour que vous puissiez éviter la traduction. Donc, ici, la question longue fait un تحذير. يعني كي يقول لك 500 caractères, 500 caractères, بالحق اكتب له 500 caractères, يعني فقرات تجاوب على هيك السؤال. داكوردو؟ وفي كل الأسئلة مش يعطيك ليان. انتي باش تحط دي بروف، يعني انتي اللي باش تكتبوا في النص هذاك في 500 كاركتير لازم يكون صحيح. داكوردو؟ دونك اول سؤال، اتي فو ان اكسبير مايكروسوفت دون لا كوميونيتي مايكروسوفت ان 2020 2021 تاع وي ولا نو؟ باش تكتب له فقره تثبت اللي انتي كنت ام اي اكسبير 2020 2021، ولا تحط له سوي، ولا تحط له ويكلت اللي انت خذيت شهاده وخذيت الباج، ولا ما نعرفش تصرف المثفي تثبت له. يعني هو انا قال لك اكرير 500 كاركتير، دونك اكتب له 500 كاركتير. باهي هنا دوزيام، هذم نفس الاسئله نتاع العاده، راهو هذم اسئلتنا نتاع العاده رجعنا لهم. مي ما عادش باش تجاوب في سوي، هنا باش تجاوب في الابليكيشن. فهمتوني؟ يعني احنا العاده اش نعملوا؟ احنا العاده هذوما الاسئله نجاوبوهم في سوي. تذكروا اربع اسئله ونجاوبوهم في سوي. تو ما عادش انت السوي اللي باش تستعملوا كان بوغ لي بروف، كان المؤيدات فقط. تجم تستعمل سوي ولا ويكلت ولا اللي تحب، ولا تحط دي فيشي في الوان درايف ولا دي دوسيه في الوان درايف اللي يساعدك. المفيد انت هنا النصوص اللي مش تكتبهم راهو ما عادش تكتبهم في سوي وتحطهم، راك باش تولي تحطهم ديريكتومون في الابليكيشن ويعطيوك هنا 500 كاركتير. كيما بالضبط في البروغرام ايتوينينغ، شكون تابع للايتوينينغ كي نعمروا لابيل دو كاليتي، يعطيك النصوص اللي انت تو فا فير يعني في الابليكيشن نتاع لابيل دو كاليتي، واضح؟ ومن بعد تعطي دي ليان بور لي بروف. نفس الطريقه بالضبط هي بيدها. Deuxièmement, décrivez comment vous tirez parti des outils Microsoft pour augmenter l'accessibilité pour tous les apprenants de votre classe. Quels outils utilisez-vous et comment prennent-ils en charge différents besoins d'apprentissage? Nous avons écrit une différence de 500 caractères dans l'utilisation de l'outil Microsoft dans le cadre de l'étude. D'accord? Vous ne pouvez pas tout. ردوا بالكم مدام حسنة نهار 15 جوان ما قالتش راهو لازمك تستعمل ماينكرافت وتيمز وفليبي جريد ونوت وكل الكل، لا، انت يسوفي تستعمل واحدة ولا اثنين راهو يفيو بالغرض، يعني ما هو مش لازم كل تستعملهم. داكوردو؟ معناتها استعمل اللي تستعمل فيه حطو. به السؤال الثالث، parlez-nous d'une série de leçons, d'une unité ou d'un projet que vous avez effectué avec des apprenants qui intègrent
La technologie Microsoft pour améliorer les résultats d'apprentissage. Quelles compétences du XXe siècle ont été incluses dans l'apprentissage et expliquer en détail comment ces compétences ont été développées. Assurez-vous d'appeler spécifiquement là où les compétences du XXe siècle qui ont été abordées et quel score de rubrique qui a frappé. Utilisez OneNote dans le cours en ligne pour vous aider avec les rubriques et les compétences. Là, le cours نتاعكم هنا موجود. قالك استعينوا به. كوبيي لو ليان في بيرتكست باش نحط لكم في الشات كالعاده باش يبدا كل شيء عندكم. حاولوا تدخلوا تبربشوا تشوفوا هذايا الكور نتاع القرن الواحد والعشرين ولا شنو ديما يطلبونا منه نقراوه ديجا ديما يحطونا نحطوا الباج نتاعو والكور اكومبلي ديما في لي كونكور ايتترا. ريشيرشي لو بلوك نوت en bas de la page de présentation sous ressources, lisez les six grandes idées de compétences pour les comprendre, les appliquer à votre réponse. هنا juste هنا شنو الكور هذايا juste باش يعاونك فقط راهو تجم تضغط عليه تجم انت عملت بروجي وحققت لي كومبيتونس دو 20e siècle دو 21e siècle يا ربي وحطيت 500 كاركتير وصفت به المشروع نتاعك يعني فهمت. دونك شنو هو الهدف نتاع المشروع، الاهداف نتاع المشروع، شنو حققت انت لتلامذتك كيما اي مشروع كان. يعني احنا مستنسين توا نخدموا مشاريع نتاع لي كونكور دي زونسينيون انوفا توا بالنسبه للجدد ما يعرفوش اش معناتها مشروع. هنا انا سالت مدام حسنه مباشره نهار 15 جوان وقلت لها بالحق يا مدام حسنه مشروع كيما كنا اللي نعملوا فيها في مسابقه المدرسين المجددين. قالت لي لا، قالت لي احنا خففنا على سذة ومش معناتها مشروع كما كنتوا اللي تخدموا فيه. يعني حتى ديز اكتيفيتي اون اكتيفيتي بيان ديتايي تكتب له باداه من ادوات مايكروسوفت تفي بالغرض. معناتها مش تصعب نيشنز، معناتها البوان هذايا ما تتخيلوهش راك باش تعمل مشروع دو ا جوسكا زد وكما كنا اللي نخدموا فيه ما حتى عينينا تخرج يا سماح هكا ولا حسيلو. يعني هنا اون اكتيفيتي او بيان ديز اكتيفيتي كو تي افي افيك دي زيليف اللي انت حققت فيهم لي كومبيتونس نتاع القرن الواحد والعشرين. داكوردو زملائي ما تخافوش منها الكومبيتونس. نعم ايوا نحطوا الكومبيتونس هاتوما معناها شنو هو الكومبيتونس كي تقول لي كومبيتونس اللي حققتهم تحطهم تو فاليسيتي بطبيعة. وهنا ديجا عطاك الكور هذايا باش يعاونك باش تشوف شنو ما هما لي كومبيتونس. فما ناس مازالت ما تعرفش شنو ما لي كومبيتونس دو 20e سيكل. داكوردو باه. كاتريم هنا البروف انت ماك حطيت له هنا شنو ما ادوات مايكروسوفت وحطيت له مشروع ولا حطيت له اكتيفيتي اي جيني اعطيني البروف. مالا هكا كبرها مش تكتب له نص هوني ونص هوني وتتعدى. لا ما تتعداش، لازمك بروفات ومؤيدات للانشطه اللي قمت بهم والادوات مايكروسوفت اللي استخدمتهم في فصلك الدراسي. دونك هي البروف وين باش تجي في الكيستيون نيميرو 4. دونك فورنيسي ان ليان فيغ ان اكزامبل دارتيفاكت دابرونتيساج شنو هي هذه à partir d'un projet, leçon unité que vos apprenants ont terminé à l'aide d'outils Microsoft. Vous devez placer l'interface quelque part où vous pouvez partager avec une URL. Cela pourrait être un souhait d'un portfolio. Si vous formez des enseignants, peut-être que c'est un plan de leçon qu'ils ont mis en place après l'une de vos formations. Si vous enseignez aux étudiants, cela pourrait peut-être une vidéo, un PPT, un Word, Doc, un souhait, n'importe quoi du tout. Vous pouvez même utiliser des captures d'écran pour montrer ce que vos apprenants ont fait. Veuillez garder tous les noms, visages, informations identifiables des apprenants hors de ce que vous partagez. Veuillez vérifier votre lien pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une URL privée et que les réviseurs, les évaluateurs, peuvent y accéder.
un excellent moyen de vérifier est d'ouvrir une fenêtre de navigateur in private ou ولا تبعثها لصاحبك ولا لصاحبتك شنو المشكله وتثبت الاي ار ال هذاك يمشي ولا لا. به بالنسبه للبروفات المؤيدات هنا اش قال لك؟ قال لك اعطيني المؤيدات يا اما في سوي يا اما في باوربوينت يا اما في وورد يا اما في فيديو يا اما حتى تصاور نتاع دي كابتور ديكران في وان درايف. يا ولدي اعطيني مؤيدات فقط نحب نثبت اللي كلامك انت الفقرات اللي كتبتهم لي هنا صحاح ولا لا. داكوردو نمشيو للسؤال الخامس. ديكريفي سو كي لانترفاس لو ريزولتا دو لابرونتاز دي زيليف فيغ لوكيل فوز افي بارتاجي ان ليان كومون il a démontré les objectifs d'apprentissage souhaités et comment les outils Microsoft étaient une partie essentielle de l'apprentissage. باش تكتب فقره كيفاش انت هذاك المشروع ولا هكا لي زاكتيفيتي اللي استعملتهم دي زوتي مايكروسوفت كيفاش بالحق نجحوا في عمليه التعلم. كيف كيف فقره اخرى لازمك تو فاريديجي دي باراغراف ici. Partagez deux exemples de la façon dont vous avez soutenu à la fois votre propre apprentissage et l'apprentissage et la croissance de vos collègues. Décrivez les activités que vous avez réalisées et dirigées et comment elles ont permis d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Huni l'fakra l'akhira bish ta'ti enti chnoua maf'oulak ka mudarris wala ka itar fi tahfiz zumalaik في تدريب زملائك في مساعدة زملائك لنيل هذا اللقب وإلا بالتحاقه لمجتمع مايكروسوفت. هذا كيف كيف مش تكتب له 500 كاركتر داكوردو. يعني في الأسئلة الطويلة كما تشوفوا عنا اليوم واحد مش يتحط. انت شنو مش تعمل قبل ما تحط تمشي للابليكيشن باش تحضر هلا الفقرات هذو ما تكتبهم حتى انت في شي وورد هذايا اللي انت تيليشارجيتو تمشي تكتب فقراتك أمورك تخدم السوي متاعك لبخوف اللي متاعك المؤيدات متاعك تحطهم قبل ما تحل انت الابليكيشن متاعك. تبدأ انت ما تحلها الابليكيشن متاعك كان ما تكون حاضر تماما باش انت تحلها وتسبميتي وتطمن على روحك. هنا في الاخر في اخر الدوكيمان وورد هذايا حطلك دي رسورس بو اي دي كور بو فوز ايدي ا بريباري فوتر كونديتاتور. ماذا بيكم جدد اللي ما زالوا ما يعرفوش مجتمع مايكروسوفت كم يلفو؟ ماذا بيكم تدخلوا وتروا وتكتشفوا الفليبي جريد تكتشفوا الماينكرافت مايكروسوفت ايج الكور متاع هذيك القرن 21 الميكود شنو هو المايكروسوفت ايماجين شنية هي اتسيتيرا اتسيتيرا. هذو ما مختلف لليان اللي حطوه لكم باش تعاونكم في الكونديتاتور نتاعكم ولا في السيلف نومينيشن نتاعكم. ان شاء الله كفيت ووفيت. انا توا ساعة ونص وانا نتكلم جوست انا فسرت الوورد هذايا فقط اللي هو العمدة عليه. يعني العمدة عليه باش انت تدخل وتعمل ابليكيشن. انت كان حضرتوا هذيك الوورد بالباهي معناتها ما عليك من بعد كان تنزع على هذايا البوطون الكبير الازرق وتدخل. كانك اول مرة تعمل نوفو كونت كانك قديم تدخل انت باش تدخل تقبل. مدام فاتمه بالله سؤال بالنسبه للبكريكه باش تحكي على انشطه قمت بها في مشروع ولا حاجه نجم تحكي على نشاط ولا انشطه قمت بها في مشروع اتوينينغ؟ لا علاش لا؟ على خاطر سينتيو هي الطرف ما نعرفش انا توا تبدل ولا ما تبدلش هذا يقبل وما نعرفش تأيدني سميلتي سماح واللي خدموا قبل في مايكروسوفت يأيدوني الرأي ولا لا. قبل المشاريع هذوما والأنشطة هذوما بالتعاون مع سينتيو تصير الإيفاليواسيون متاعهم. هما ديجا كتبوا في الوورد راهو المرجع متاع الإيفاليواسيون باش يكون من طرف من بلادك. وأحنا بما أنه بروغرام إتوينينغ وبروغرام مايكروسوفت مستقلين عن بعضهم والزوز معناتها لهي بهم سينتيو راهو يقولوا لنا قبل ما لازمكش انت لي بروجي اتوينيك تستعملهم في لي بروجي مايكروسوفت. هذا اللي نعرفه اختي والله اعلم في الجديد. زيد ثبت لنا نزيد نثبت لكم من عند شكون باهي. كي تبدا فورماسيون في كي تبدا فور هو سيرتو
سمحني مدام نجاوبك. معناها هو قبل سيرتو فاطمه كي نجوبش نقدموا الايتو معناها يطلبوا منا هذا، فهمت كيفاش؟ ما نعرفش اسكو هي باش تحب مدام ليلى تحب تبين اللي هي خدمه بليزوتي مايكروسوفت من غير ما تذكر انها مهم خدمه ان بروجي في قسمها، مش لازم يعني تحكي على اون ديتاي في البروجي، تبين انه البروجي هذايا خدمة بليزوتي مايكروسوفت، معناها فهمت؟ تنجم هكيكا تعمل كيما قلت لك سماح، يعني انت ما غير ما تذكر الاتوينينغ تذكر انت اللي خدمت مثلا ديزاكتيفيتي مع تلايم ذاتك واستخدمت ليزوتي مايكروسوفت وشنية المهارات اللي حققتهم، ما غير ما تذكر انت هذيك النشاط خدمته في الاتوينينغ بالحق ولا لا. تي بو فير سا بوتيتر، ما نعرفش انا راني ما نجمش تعطيك الكلمة النهائية ما غير ما نشاور، ما غير ما المعلومه اللي ما نعرفهاش نقول ما نعرفهاش. راهو هذه كيما قالت سميح قبل ما سيرتو في الايتو، اي في الايتو كيش تقدم انت على بروجي وحتى في الام اي اي اكسبرت يا سميح اعترضت لها انا الحكايه هذه بيرسونيلمون. يعني وقتها سالت وفي اول عام وقتها في 2017 خدمت انا وقتها اوغوسمون ثلاثه مشاريع يعني توامه رقميه، وفما مشروع كان معناتها منه مايكروسوفت ومنه اتوينينغ، واحنا طلبوا منا وقتها تقدموا كان في دو بروجي اتوينينغ. اوغوسمون المشروع الاخر اللي موحد بيناتهم الزوز نتاع مدام ايمان تقيه وقتها اس دي جي نسيت اسمه هنا كيتس فانجرز ولا ايش اسمه المشروع هذاك، وهو اللي قدمت به الام اي اكسبرت وقتها، فهمت؟ ونتذكر المعلومه قالوا لي راهو ما لازمكش تحط مشروع خدمته في الاتوينينغ في مايكروسوفت، هذه نتذكرها. توا في جديد اش صار واش تبدل ما نعرفش بصراحه يعني. فهمتني اختي؟ شكرا نسيت. تعرفي احسن حل تسال مدام احلام بن علي ديريكتومون، احسن حل أحسن حل تسألها أنت وتجاوبني. الله يبارك عايشك. الله يبارك. مال الإجابة نلقاها في الميسنجر بعد في الجروب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. باش نرجعوا للابليكيشن، دونك هنا يعطيك انت باش تكونيكتي بيان سور دونك بالفيسبوك بالمايكروسوفت اكاونت بال 365 والا مايكروسوفت امبلوي يعني من معناتها من كما نقول لي زومبلوي دو مايكروسوفت، وبيان بان ايميل وبيان كانك جديد تصنع كونت جديد. انا ديجا عامله كونت في مايكروسوفت واستعملته قبل يعني في اللي سيف نومينيشن. هنا بطبيعه مدام فاطمه تفضل. السلام عليكم بعد اذنك لله. تفضل. ربما دفات ما تنصح باستعمال كونت تربيه ولا باستعمال حساب شخصي؟ انت شنو اللي استعملته في المايكروسوفت سنتر هيك هو استعمله. انا التو نخدم بالياهو، تصدق ولا ما تصدقش؟ لانه برشا ينصحوا بعد استعمال الحساب الرسمي خاطر ما نتحكموش فيه. انا نخدم بالياهو عندي 4 سنين والله. انا على خاطر وقت دخلت في 2017 المجتمع مايكروسوفت اصلا ما عنديش كونت تربيه، انا تحصلت عليه كيف في 2018 كونت تربيه، دونك قعدت بالكونت البيرسونيل نتاعي ليومنا هذا وما صارت لي حتى بروبليم يعني نخدم به واموري هانيه. ناخذ بادجواتي حتى في اليوري كليم وقت بعث لي مايكروسوفت لي بادج اوفيسيال نتاع الام اي اكسبرت ولا نتاع الجلوبال منتور ولا تاع الماي في اللو في كونتي اللي هو الياهو. واضح. شكرا يا صح عايشك. باه نرجع هوني، دونك هنا بيان سور عندك لي زانفورماسيون بيرسونيل نتاعك، اذا كان تحب نعمل اديت هنا باش تشوفوا لي زانفورماسيون بيرسونيل اللي قيناهم احنا وين جماعه في الفاس 1 ولا 2 ولا 3. شكون يقول لي les informations personnelles وين هي؟ صحيتو. دونك هذيك الفاس 1 هذه هي، شفتوها الفاس 1 هذه الفاس 1 داكوردو. اوكي يعطيك بالضبط كيما في الشي وورد تكلاهونا. هذه الفاس 1 من بعد
عندك النومينيشن بهي باش تختار نوع النومينيشن. هنا انا باش نعمل اد نيو سيلف نومينيشن اذا كان ما زلت ما عملتهاش. انا امس برك عملتها على خاطر باش نكتشف شنو فيها، على خاطر باش انا نقوم بتدريبكم يعني اليوم لازم نكون متيقنه شنو موجود فيها الابليكيشن، خاطر امس والله باش معناتها جربت فهمت وباش معناتها هبطت في شي وورد باش نعرف انا كيفاش نحكي مع زملائي بالصحيح يعني فهمت. هذه هي السيلف نومينيشن اللي خدمتها امس وما كملتش بطبيعه. عملت سيف بروجريس. سيف بروجريس يعني تجم انت تبدا وما تكملش وتعمل جيست تسجل البروجريس نتاعك داكوردو، يعني ما تعملش هذه سيف اند سبميت. سيف اند سبميت كان سيي ما كملت كل شيء، يعني باش تعمل سيف اند سبميت داكوردو. اذا كانت دخلت انت وما كملتش، انا دخلت جوست باش نشوف الاسئله مطابقين للفيشي وورد اللي عطاوهم لنا باش نتعرف يعني على الابليكيشن فقط، مانيش باش نسبميتي بالحق. ما زلت ما حضرت حتى شيء انا زيد على خاطرني فهمت لازمني في عقلي نحضر الاجوبه نتاعي الطويله ونحضر سوي فيه اللي بروف المؤيدات نتاعي ونكون ناخذ وقتي في الابليكيشن، مانيش باش نعملها في ليله في ليله واحده. يعني الابليكيشن ماهيش نتاع ليله، نتاع ليله واثنين وثلاثه ويمكن حتى اربع ليالي باش تخدم ابليكيشن مزيانه يعني واضحه. دونك انا هوني جست عملت سيف بروجريس على خاطر ما كملتش خدمتي واضحه. تجم انت تدخل تتعرف على الاسئله وتجاوب جست على الاسئله القصيره وتعمل سيف بروجريس فقط حتى لين تحضر لي تخوا فاز نتاعك، سورتو الفاز 3 يعني فيها خدمه فيها نصوص وفيها سوي باش تخدموا فيه مؤيدات فيه تلميذ خدمه توثيق ش عملت انت عام كامل شنو التدريبات اللي انت عملتهم كل شيء نتوثقوا ما تخلي حد شيء وما تحطوش يعني باش انت معناتها تضمن النجاح نتاعك. هذا هما الاسئله القصيره اللي عطوهم لي المره السعيكه. اوكي انا هوني هنا جاوب بالصحيح لاني تشوكيز سكول ولاني انكوبيتر سكول نيذر، جاوب بالحقيقه مدرستي لا هي تشوكيز ولا هي انكوبيتر داكوردو. دونك انا هنا نحاول نجاوب بالصحيح باش من بعد كي نحط المؤيدات يعرفوا لي انا راني اللي قلته صحيح داكوردو. دونك تجاوب هنا في عقلك الاسئله نتاعك الكل، تحط هنا لينكس نتاعك نتاع لي ريزو سوسيو مهم جدا. اللي ما عندكش فيهم لينكس، انا تيك توك ما نستعملوش، ما عنديش بلوك ما عنديش باج، دونك ما حطيتش. حطيت الفيسبوك تويتر، حطيت اللي انا بالحق فيهم موجوده انستغرام لينكد ان واليوتيوب تشانل. دونك نكون انا بالحق اللي انا نعمل فيه بالحق نجاوب فيه ما لا نزيد ولا ننقص. هذم هما الاسئله الكل. دونك هذم الاسئله الجداول اللي ريناها من السعيكه. دونك كما شفتوا لي تيست اللي وريتهم لكم السعيكه وهنا الاسئله الطويله هم الاسئله الطويله. دونك لازمك انت تجاوب بطبيعه وتحط لينكس للخدمه نتاعك داكوردو. هذايا بالنسبه للاسئله الطويله. كملت الابليكيشن نتاعك تعمل سيف اند سبميت. انا هنا جوست مش نعمل سيف بروجريس ونخرج. دونك هذه هي السيلف نومينيشن تاع لقب ام اي اكسبرت. سامحوني كان طولت عليكم ودخلت حتى في حصص معناتها زملائي توا نورمالمون تلقاو فما شكون عندنا توا قاعد يدرب توا شكون يدرب استنى نثبت في الـ سونيا خطر اليوم عيد ميلادي حفلوا هيلي اليوم زملائي بارك الله فيهم عامتي بخير يعيشكم اليوم عيد ميلادي وربي ان شاء الله يكبرنا في طاعته. توا سونيا قاعده تدرب اوكي بديت الخمسه وبعد عندنا سي رضوان السته وبعد الاستاذه سماح الثمانيه وبعد التسعه الاستاذه ملاك وغدوه الحي من الاربعه كيف كيف للثمانيه. كونوا في الموعد حفزوا زملائكم بالله بارتاجيو لي ليان باش يدخلوا اكبر عدد ممكن من المدرسين ويستنفعوا بهالتدريبات هذيا. وان شاء الله زينا للناس الكل، ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم، ان شاء الله قدمت الافاده للناس الكل
ويعطيكم الصحة على الحضور وبارك الله فيكم الناس الكل. شكرا مدام فاطمة، بارك الله فيك على المعلومات القيمة وحصة رائعة، بارك الله فيك. يعيشك، بارك الله فيك. اللي عنده سؤال أو استفسار مرحبا. يعني فما مدام كريمة لا 5 و 6 جوني كيف كيف فسرهون شنو الفرق؟ ما عرفش انا 5 و 6 السؤال 5 و 6 جاوبني كيف كيف بربي فسر لنا شنو الفرق بيناتهم. باهي شنو ال 5 و 6 خلينا نتذكر شنو ال 5 و 6. انا اول شيء نعاود نحل لي كيستيون في الاسئله الطويله. تقصد مدام بلي حل الميكروفون نتاعك باش تزيد تدلني على شنو انت سالتني في الاسئله الطويله تقصد؟ انا جو بونس في الاسئله الطويله سامح تسال نصور 5 و 6 هما 5 و 6 قيتهم 5 هذيا باش تعطي انت مايكروسوفت ادوات مايكروسوفت شنو اضافوا لعمليه التعلم لصغيراتك، شنو زادوا، شنو مثلا مايكروسوفت تيمز يبتي مايكروسوفت تيمز فيه 20 اضافه، يعني يعمل لك كلاس فيرتويال، كلاس ابريد، نعرفش انا يعني انك تدخل على جوجل تكتب له مايكروسوفت تيمز شنو هو لي زوبجيكتيف دابرونتيساج دو سيت اوتي تلقى 20000 اوبجيكتيف. يعني فهمت؟ حاول انت حسب شنو هو الادوات اللي استعملتهم في قسمك. بتيتر ما استعملتش مايكروسوفت تيمز، ما استعملت فليبي جريد، شنو اضاف لصغيراتك الفليبي جريد في عمليه التعلم. والسيس مختلف تماما. السيس مش تحكي على انت شنو اضفت لزملائك، كيفاش حفزتهم، عملت شي دي فورماسيون لصحابك، كل شيء معناتها الامباكت نتاعك على السكول نتاعك على زملائك في لي ريزو سوسيو. هذا يا سؤال 6، يعني 5 و 6 مختلفين تماما الزوز اسئله. واضح مدام كريمه؟ يمكن خرجت سيء. بروجي ادوب كود ويك نجمو نحطوهم سي وليد. انت باش خدمتهم باللي زوتي مايكروسوفت؟ اذا كان خدمت باللي زوتي مايكروسوفت بالنسبه للارب كود ويك ما عندها حتى مشكله انك تستعمل البروجي اللي خدمتهم في الارب كود ويك في اي بروجرام اخر. هذايا ما غير ما نشاور حد خاطرين جسوي معناتها مامبر في التنظيم الارب كود ويك. سي وليد اوكي. هل هناك تسجيل الحصه؟ نعم سجلتها. تسجيل الحصه من فضلكم وين نلقاوه؟ ان شاء الله نهبطوا على قناه اليوتيوب نتاع مبادره كلنا مجددون ان شاء الله باذن الله تلقاوها ثميكا، ونحاولوا نبارتاجيو زاده ما بين بعضنا التسجيلات. اللي يستحق حاجه نعاونوه، اللي يطلب حاجه نعاونوه، كلنا زملاء ما بين بعضنا راهو نعاونوا بعضنا باذن الله. سي محمد تفضل رفعت يدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكورة مدام فاطمة على المساعدة والتوضيح، معنا واضحة وكلير. جست نحب نستفسر حاجة. تفضل. أنا معناها في نخدم في مدارس الريفية جست، وأول مرة معناها تو عملت هذه أول مرة معناها معاكم. ما نعرفش معناتها على الجميع على فليب جريد على الويكلت، ما خدمتش معناتها عليهم، نخدم معاهم جست بالباوربوينت. يسالش باوربوينت يكفي؟ يعني يكفي معناتها يكفي هذاك، يعني دعم هذاك الوحيد يعني مؤيد ماهيش مشكلة. يسالش خاطر هي مدام حسنة راهو سألوها الناس نهار 15 جوان نفس السؤال نتاعك سي محمد، وقالت لهم راهو اذا كان خدمته بان سول اوتي راهو يكفي. تفضل. يعطيك الصحه ساعه انفورماسيون. يمكن يمكن نسال تويكا استاذنا ينجم يمشي يخدم على وكله سي فاسيل وسهله فيت في ناسهم في نهار واحد يعمل دو ولا تروز اكتيفيتي ينجم يضيفهم هكاك يكون ان دوزيام اوتي نتاع مايكروسوفت
ويعطي الراجل حدوث أما مدام هيديا لازم يفعل الشيء هذا ما عطلي مزتو هو أنا بردو طون توا ما زالت اون سمان نجم سيهو متعود يتصل بهم حتى بجروب فيسبوك يبدأ معهم بابد يبعثونهم لنيا وينجم يخدم معهم بشكل كبير هو سهلة مدرسة ريفية هو مدرسة ريفية جسمو يعني معناتها في مدرسة ريفية أنا معناتها في مدرسة ريفية أنا رأيكم الأول عطيتو اللي معناتها خاطر فهمت الكونديسيون تاعو سي محمد معناتها توا في جمعه انو بو با اما يا مدام فاطمه انت تشتي محمد تضيف روحك تو ضيف روحك اما انت نفسك لا انت مش اللي عندك موثق توا اللي خدمته في اون كلاس هذاك باش تستعمله والروحك انت في الاسئله القصيره ماذا بيك تزيد تقرا شويه على الويكلت على الفليب جريد تدخل او كعندك في الدوكيومون وورد لي ليان اللي يعاونوك تحاول تدخل انت تعمل كونت في الفليبي جريد تعمل كونت في الويكلت تخدم تدخل هالي كوميونيتي تتعرف كيف فهمتني كيفاش خويا المحاضرات فاتنا المحاضرات مسافه الجمعيه موجودين الاسبوع الماضي لا نحضر لا نحضر في معناتها لي فورماسيون كل معناتها جمعتين عندنا معناتها جمعتين نقراو معنا عندي لي بادج وقاعد نحضر معنا اما يا مدام فاطمه تفضل بالنسبه للباوربوينت عندي معناتها حتى دي سيكونس فيديو مع موثقين معناتها على اسك هذوك معناتها مؤيدات اللي موثق الكل حطهم في سوي ولا انت تعرف تخدم بالسوي ولا سي محمد اي عملنا عليها فورماسيون ولا حتى بالباوربوينت ما يقلقش حتى باوربوينت اون ليني اما لازمك اون ليني ولا باوربوينت تحطه في الوان درايف من بعد فهمتني حضر باوربوينت مزيان وثق فيه كل اللي عندك الكل ومن بعد حطه انت في دوسيي على الوان درايف بعد بارتاجي هذيك الايام تاع الوان درايف ذكرتو سي محمد واضح يا مدام ما تصعبيش على روحك يا سي محمد انت توا اللي عندك اخدم بيه ما يقلقش ولا قدر ربي وما نجحتش تنجح عام الجاي العبره في المشاركه يعطيك ألف صحة خويا وكون كونفيكياسيون عايشك يا مدام فاطمة عايشك إذا كان فما إضافات أو تساؤلات مرحبا قبل ما نختم اللقاء اللي رفع يده ما عندوش سؤال يهبط يده مدام هدية عندك إضافة؟ لا فقط اردت شكرك وتوضيح للزميل شكرا يعيشك الف مبروك ابنك يا مدام هادية على المباشر يعيشك يعطيك الصحة يا رب ان شاء الله ديما متألقين وناجحين ونفرحوا بالنجاحات الف مبروك يعيشكم الكل شكرا يعيشك فاطمة يعيش الجميع اذا كان ما فما حتى اضافة او سؤال نختم اللقاء يعطيكم الصحة زملائي يعطيها الصحة زميلتي سماح المؤيدة متاعي ديما معايا سموحتي الحضور الكريم الكل يعطيك الصحة يعيشك إن شاء الله كنتوا استفدتوا من هاللقاء هذايا ويعيشكم بربي ما تخليوا حد شيء يحبطكم بارتاجيو المعلومة بارتاجيو لي فورماسيون بارتاجيو أي حاجة تفيد زملائكم باش يترشحوا اللي نيل هذا اللقب وحتى مش على بروغرام MIE اكسبرت اي حاجه تفيد المدرس والصغيرات دونك ماذا بينا نبارتاجيوها باش الناس الكل تستفاد وتعمل افاده للناس الكل بارك الله فيكم ونختم هذا اللقاء وامسيه رائقه مع زملائنا ان شاء الله في التدريبات اللي باش تجي من بعد